مفيش مانع احنا بنعمل عليهم حمله ندي كتف للثورات ونخوف المصريين منها، وده طبعا عمله وش الدرج الشهير بنشأة الديهي اللي بيوجه رساله للاجئين السوريين في مصر تحذير وتنبيه هام، وبيقول لهم انتوا ضيعتوا بلدكم ومش مسموح تعملوا كده في مصر. بعد الحمله دي تخرج الحكومه وكانها استجابت لنداء الجماهير عشان تفتح ملف الجماهير او تفتح ملف اللاجئين اللي كلهم سوريين وسودانيين وغيرهم يعني، ونشوف قد ايه الحكومه اتكلفت او الدوله اتكلفت بالصرف على هؤلاء، وتبدا حمله الكذب من هنا برعايه رسميه لمزيد من الابتزاز. الكذبة الأولى هي كذبة العدد. عندنا كام واحد في مصر لاجئين؟ ده انتوا كتير قوي، انتوا عديتوا 9 مليون، يعني انتوا بتشكلوا في مصر 8% من سكان مصر، بتشاركونا في كل حاجة، في المية القليلة، في الدعم اللي بنجيبه بالعافية. صدق يعني ده كلام الأمم المتحدة، 473 ألف. الكذبة الثانية بقى ان الرسوم اللي بناخدها منهم قليلة، وان احنا حايشينهم عن أوروبا اللي مش معبرانا بالدعم. انت عايزه ايه لميس؟ بجد انت درستي فين؟ بتقول لك هات لميس، بتقول ايه بقى كده معلش؟ بتقول لك احنا نكلم المجتمعات الاوروبيه ونقول لهم احنا مش هنقعدهم في خيام، امال يديك على اي اساس؟ يعني حضرتك مفترض انك دارسه، ده لميس تقريبا دارسه اختصاص كويس جدا، يعني انا دلوقتي اروح اخد من واحد غني فلوس، اقول له انا بصرف على ايتام، يقول لي كام؟ اقول له 9 مليون، ده رقم مشكوك فيه، طب عايشين فين؟ اقول له عايشين في وسط البلد، عايشين مع الناس، طب عايز ايه يعني؟ عايز صحه 9 مليار، عايز تعليم اعلمهم 10 مليار، عايز ادلعهم وهشتكهم ب 20 مليار، ازاي؟ هو انتوا فاكرينهم زي العرب اللي اتحكتوا عليهم والفلوس عندهم زي الرز؟ ابعت لنا 50 مليار يبعت، ابعت 10 مليار يبعت، لا يا حبيبتي دي اوروبا، دول مش بيغرفوا زي العرب، دي مصانع وضرايب، والحاكم بيتحاسب على كل مليون اوروبيين زي اخواننا العرب كده بيغرفوا فلوس من تحت رجليهم، ابعت لي، طب عايشهم في مخيمات، طب قول لي بتعلمهم بقد ايه، طب قول لي لا انا عايز فلوس بس مش عايشهم في مخيمات. فيبدا بقى قصه ما نستفدش منهم ازاي؟ نستفيد منهم بطريقه محترمه قوي، ازاي؟ يكفي ال 1000 دولار على اي فرد، الفرد الواحد، ما دفعش بضع الكفيل، اي حاجه تحصل نشتري كفيل، اللي احنا بنقول الخلايجه شيلوه ده عيب وبتاع، احنا هنعمله في مصر، اي مهاجر يجي لازم يكون معاه مضيف هو اللي استضافه هو اللي يتحمل عيبه.